Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizi çok özledim. Eştaktu lekum kethiren. Lakin mithl ma ta'lemun YouTube rah kâritha. Videohat ma yestelhaq lik kamel المشتركين ve bihada tkun المشاهدات qalila bzaf. Ve hada şey sebeb li ihbat. Lakin rani nşarek fi hada videohat ma'akum. Hatta الناس اللي راهم باقيين يتابعوا اللي راهي تلحقهم الفيديوهات ما نقطعش عليهم هذه الدروس والإفادة اللي راهم يدوها، لأنه يعني ما شاء الله تعليقاتكم كلها محفزة، فأشكركم جزيل الشكر. ونروح لصلب الموضوع بدون إطالة أكثر. درسنا اليوم راح يكون عن جيريك ليليك كيبي. ما معنى هذا؟ معناه فعل الوجوب. ما معنى فعل الوجوب؟ معناها يجب أن تفعل. ما معنى فعل الوجوب؟ معناه فعل يجب عليك أن تقوم به. فهنا اللاحقة اللي نستخدمها هي ماذا ملي، يعني يستخدموها على حسب التوافق الصوتي الثنائي. بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا القواعد ويحبوا يعرفوا كامل التفاصيل، نخليكم الرابط الخاص بهذا الدرس أسفل في الديسكريبشن بوكس أو في صندوق الوصف. اليوم راح نتكلم فقط عن جمل، تمام؟ إذا نبدأ بالجملة الأولى. طبعاً داكيلرين هيب سيني بتير ميليسين. الآن نروح لتفصيل الجملة. عندي طبعاً داكيلرين، هنا نفصلوا كلمة طبعاً داكيلرين. هنا كان أصل الكلمة طباك، انظروا طبق، نسوا كامل هذه. طبق معناها طبق أو صحن. طبان صحنك، هنا تحولت ك إلى ي مشقة لأنه عندي اتصلت بها لاحقة تبدأ بحرف صوتي فتغيرت إلى ي مشقة. في طبقك طبان دا، زدنا في. هذه بالنسبة ك، كي بمعنى الذي، طباندكي الذي في طبقك. ومن بعد عندي زدنا لار، طباندكي لار يعني كامل اللي راهم في هنا خاصة بالجمع، يعني الذين بمعنى، يعني ما نقدروش نقولها هكذا في الجملة لأنه تكون ركيكة. هنا عندي إن لاحقة المضاف إليه، عندي تباندا كيلرين هيبسيني، عندي مضاف مضاف إليه، هذه لاحقة المضاف إليه وهذه لاحقة المضاف. بالنسبة للهيبسي يعني كله، هيب كل أو جميع، هنا سي كله، تمام. ومن بعد عندي هنا قلنا لاحقة المضاف. أما بالنسبة لبيترمليسن عليك إنهاؤه، يعني عليك إنهاء كل الذي في طبقك. فهنا استخدمنا الفعل بيترماك اللي هو الإنهاء. ملي هي قلنا لاحقة جيريك ليليك كيبي. سن أنت، يعني أنت يجب عليك إنهاء كل الذي في طبقك. نروح لجملة أخرى. Yaşlı insanlar her gün mutlaka vitamin almalılar. إذا نشوف جملة أخرى. Yaşlı insanlar her gün mutlaka vitamin almalılar. Yaşlı, musin, insanlar, الناس، yani yaşlı insanlar، الناس المسنين. Her gün كل يوم، mutlaka yani mutlakan vitamin almalılar. Aleyhim en ye'hudu el vitaminat. Tamam? Yani cümle basita cidden. Bir dakika durun. Tevakkafu dakika. Nesit enu zekkerkum enu tesjilat el khasa bi dawra ta'lim el lugha el turkiya rahi maftuha. Limen yurid el tesjil yetwasal ma'ana ala WhatsApp. Rakam rah mawjud hna. الرقم راه موجود هنا على الشاشة، من يريد التسجيل يتواصل معنا عبر هذا الرقم.
أما بالنسبة للمرحلة بي بير فالمجموعة هي كاملة، بقي شخص واحد فقط يستطيع التسجيل. Yalan kimli dersine? Mutlu olmak için ne yapmalıyız? Mutlu, سعيد. Yani لوكان كانت وحدها مطلو. يعني مطلو المك هي فعل مركب. هنا هكا صفة مطلو. مطلو المك فعل مركب. يعني أن تكون سعيدا. مثلا أقول لك مطلو الدم. مطلو الدم. يعني أصبحت سعيدا. إتشن لأجل. مطلو المك إتشن لنكون سعداء أو من أجل أن نكون سعداء. ne yapmalıyız? ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هنا استخدمنا الفعل yapmak. هنا بين عنده فقط جذر الفعل حتى نزيدو اللاحقة مالي أو مالي. ne yapmalıyız راهي مصرفة مع بيز. أركداشلار راح تكون عندنا هذه آخر جملة اليوم، لكن نحتاجكم أنكم تركزوا فيها جيدا. تمام؟ عندي مارت بوغن إفدي ومالي، يجب أن يكون مارت في البيت. لو شفتوا أنتم الترجمة هكذا تقولوا عادي مثل بقية الجمل، لكن هنا عندي الفعل أولماك، يعني فعل الكون كان يكون. هنا لما يكون عندي الفعل أولماك مع فعل الوجوب، يعني تولي عندي أولمالي، هنا تعطيني معنى الاحتمال أو التخمين، يعني ماشي مثل بقية الأفعال. شوفوا كامل الأفعال لو كان نوضع معاهم فعل الوجوب يصبح معناه يجب عليك أن تفعل كذا، لكن الفعل all mark يعطيني معنى الاحتمال أو التخمين. كيف ذلك؟ مثلا أقول لك مارت ناردي، تقول لي مارت إيردي والمالي، يجب أن يكون في البيت. يعني أنت ماكش متأكد من وجود مارت في البيت، يعني هذا فقط احتمال أو تخمينك أنه مارت يكون في البيت. فلما تقول لي إيردي والمالي نفهم مباشرة أنه راك تعطيني في احتمال، يعني ماشي متأكد أنه يكون في البيت. نتمنى أنه الفكرة تكون وصلت. بالنسبة للفعل الوجوب راه كاين فيديوهين ربما خاصين به، فراح أخليهم لكم كامل في الديسكريبشن بوكس. حتى بالنسبة للاحقة كي أيضا راح أخليها لكم في الديسكريبشن بوكس. من يريد معرفة المزيد على هذا اللواحق يروح مباشرة للروابط الموجودة في الديسكريبشن بوكس. إذا وبهذا نقول لكم إلى اللقاء، إلى فيديو آخر. إيدرسلاش.